الحمد لله اكيد هذه حاجه تفرح برشا، يظل لي الواحد دخل تاريخ، ان شاء الله الواحد ما عادش يغلط. اكيد الواحد الفضل نتاع النادي من هذين نتاعو كبير برشا. اليوم اكيد هذا واجب عليا نرجع، انا اذا كان عندي انا ولا عند غيري الفائده اللي هي نادي الرياض الفاخسي، المصلحه نتاع نادي الرياض الفاخسي. الكابيتانا اليوم عمرها ما كانت مقياس، ما كانت حاجه. الكابيتانا اليوم نحن كنا عائله واحده، كنا يد واحده، المصلحه نتاع النادي قبلي انا وقبل الكل. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يسنا الواحد يعمل عام مزيان باذن الله، وان شاء الله نعاودوا نفرحوا الشعب الفاخسي الكل. عندك عامين ما جيتش طيب الميري انت حتى مع ترجي ما وجدتش السي اس اس، كيفاش قيت استاد وجو نتاع الببليك وكيفاش استقبلك جماهير نادي الرياض الفاخسي؟ متشوق برشا اكيد، معناتها الواحد بعد على التيران اللي كبر فيه وتعلم فيه الكوره، اكيد اليوم كانت لي لحظه كبيره برشا. الواحد عاد للملعب مانا نتاعو وعاد للحومه نتاعو، خلينا نقولوا الاستقبال كان ممتاز برشا. هذه حاجه مش غريبه عليهم، الجماهير اكيد تغنوا معناتها برشا باسمي. انا اليوم قدامي مسؤوليه كبيره لازمتني نفرحهم ان شاء الله باذن الله، بالعمل والعمل والعمل نفرحهم ان شاء الله سنه بقدره ربي.